الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ها نحن مرة أخرى نجتمع على مائدة القرآن في هذا الشهر الفضيل، شهر القرآن بامتياز. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. باسمكم جميعا نرحب بلجنة التحكيم، لجنة من عيار ثقيل، لهم باع طويل في ميدان التحكيم في مسابقات التجويد محليا. أستاذ الفاضل سعيد بن زكريا وزوجه أستاذة أمينة إللو، عضو المجلس العلمي المحلي أو خلية المرأة المجلس العلمي المحلي بتاردة. شكر الله لهم سعيهم وبارك الله فيهم. وكما لا يفوتني أن أشكر الإدارة التربوية التي وفرت لنا جميع الظروف في إنجاح هذه المسابقة القرآنية. الشكر موصول كذلك لجميع الأساتذة والأستاذات الفضلاء الذين ساهموا معنا في هذه الأمسية وإنجاحها. بارك الله فيهم، بارك لهم في أعمارهم. التقدير والترحاب للأستاذ الجليل سيدي الحاج سعيد والأستاذة الحاجة أمينة على دائم متواصل لهكذا لقاءات على مستوى ربوع تارودانت الحبيبة وعلى مستوى ثانوية الحال المسكيني الإعدادية. شئت أن أذكر بنقطتين أساسيتين وأعتذر إن كانت هناك إطالة. عماد الأمم يبنى على الرأس مالها البشري، ورأس مالها البشري ينتج الرأس مال المادي والرأس مال اللامادي، لكن لا يمكن للرأس مال البشري أن ينتج رأس مال مادي ولا مادي، تراث وثقافة إلى غير ذلك وفكر، إلا إذا بني هذا الرأس مال البشري على رأس مال آخر لا نكاد نسمعه، وهو الرأس مال القيمي، رأس مال القيم التي يجب أن يتحلى بها الرأس مال البشري. الإنسان، رأس مال البشري هو الإنسان، يجب أن تكون له مرجعية من القيم، ولا يمكن أن تبنى هذه المرجعية القيمية عند الإنسان بغير الاستناد إلى دستورنا الحبيب المتمثل في القرآن الكريم. إذن بقدر إتقاننا واهتمامنا وعنايتنا بالقرآن الكريم حفظا وترتيلا ومدارسة وتمجيدا وإكراما، فإننا نثمن ونكون رأس مال بشري، رأس مال بشري من شأنه أن ينتج الرأس مال المادي والرأس مال اللامادي. إذن فطوبى لجميع المتدخلين في صناعة هذا الرأس مال القيمي الذي يصنع لنا الرأس مال البشري. من هنا أجدد شكري وتقديري لجمعية آباء وأولياء التلاميذ الداعم، ولسي مكتبة سارتي داعمة أيضا للنشاط، ومن خلالكم جميعا نقدر عاليا جنود الخفاء اللي هم الأساتذة، الطاقم التربوي، الأساتذة والأستاذات والطاقم الإداري، وأيضا الخدمات الذي يوفر لنا أجواء للعمل في داخل مؤسسة رحال مسكيني الإعدادية. إذن مرحبا بالجميع، وأهنئكم وأهنئكن جميعا على المشاركة، وكلكم وكلكن من الفائزات والفائزين. لمجرد مشاركة فأنتم فائزون جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. نمر مباشرة إلى كلمة رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمناسبة، اعتبارنا الجمعية داعمة لهذا النشاط إلى جانب طبيعة الحال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي الكرام. نشكر ونقدر الحاج محمد السعيد بن زكريا، رجل القرآني المتميز. شكر السيد المدير، شكر الحاجة، ونطلب الشفاء العاجل للحاج لأجرى عملية جراحية.
قبل ايام قبل الله ما شاء الله قبل الناس بأس في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. نشكر الطاقم الإداري نشكر الأساتذة قيمين اللي تبارك الله بما فتئوا أنهم مقدامين في هذه الأنواع ديال العمل اللي هي عمل ديال التربية ديال التوجيه ديال الثقافة ديال الدين. الحمد لله لا يفوتني ابناء الكرام أن أذكر فقط بآية من القرآن الكريم من سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الشفاء والرحمة للمؤمنين عز وجل أن الشفاء والرحمة يعم جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله الرحمن الرحيم يا رب أمين. جزاكم الله خير الجزاء وشكر الله لكم. شكرا مرة أخرى للسيدات الجمعية ونتمنى له إن شاء الله البنية ديالو الشفاء العاجل وأن تعود إلى دراسة ديالها إن شاء الله. خليل السلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبق وقدمت للمشاركين جنة التحكيم أنتم تعرفونها راديو الوداد، فإن شاء الله تعالى غادي نبداو الانطلاقة ديال المسابقة ديالنا. إن الثمن نجاح لنا ونجاح المشارك الأول السي زكريا وما عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء جميع المشاركين بدون استثناء معنا مصاحف المصحف كل شيء غادي ياخذوا المشارك ان شاء الله معنا 15 مصحف كذلك ما نساوش مكتبة سرتي جزاه الله خير سيدي خالد ساهم معنا بهذا الملونة الجميلة ان شاء الله تكون حياتكم كلها الوان فرح وسعادة وطمأنينة